ازاي تلعب تمرين الون ارم كيبل بوش داون لاشغل معاك عضله بايست ترايسبس. هنروح عند الكيبل ونرفعه لاعلى مستوى فوق وتجيب الحبل. بعد كده في ممكن لو انت مش عندك فرده واحده من الحبل ممكن نستغل الفردتين ونمسكهم بالشكل ده كده. كوعك لازق في جسمك، مايل جسمك سنه صغيره لقدام، مقرب من الجهاز مش بعيد قوي. ابتدي تزق الحبل لحد تحت وتعصر في عضله التراي وتطلع لحد الاخر تاني. اطلع من استطاله العضله وانزل لحد الاخر، اعصر فيها جامد واطلع. افرد كوعك على قد ما تقدر واطلع تاني. تعمل العدات مثلا لو هتلعب هنا 10 عدات 12 عده، خلصهم وادخل على الايد التانيه نفس العدات بنفس الوزن. التمرين ده بيشغل عضله الترايسبس. واشوفك الفيديو الجاي، يا رب تكونوا استفدتوا. وما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب تشوف بقيه الفيديوهات اللي في سلسله الحلقات الجميله دي. يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا يا رب. بيس.